اللي شافكم في الخسران ما لازمش يسكت احنا غادي في الخسران احنا دي. هادو قالوا لي واش ديش التمر ديش التمر الهولندا التمر الهولندا ما كنديش الحوايج التمر هاد التمر هاد الزمر والتمر ابت الحرام الشعوذة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم عندي مرحبا بيا عندكم. موضوعنا اليوم غادي يكون حول الشعوذة والدجل والتفاهة. غادي نشوفوا الشعوذة اونلاين ونشوفوا الشعوذة تات اكسبورتا بحال هاد الفيديو اللي شفنا. نخليو لكم هاد الفيديو هي التالي. صدفة كنت شغال على هاد الموضوع وصلني من عند واحد الصديق هاد الفيديو اللي غادي نخليوه هو التالي. خليكم معنا نشوفوا الشعوذة اونلاين، يعني كيف كشفنا اليوتيوب عمر بهاد الفيديوهات اللي الانسان والتي يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يدري شيئا وتخلطوا هاد الشيء بالذكر بالله وتدخلوا هاد الشيء فيها تدخلوا هاد الشيء الله سبحانه وتعالى، يعني الانسان تشرك بالله بلا ما يحس. وبالخصوص مع هاد الايام ديال عاشوراء يعني كي تيقوى هادشي، ما عرفتش انا علاش يعني كيكثر هادشي بالخصوص مع عاشوراء. واش الانسان ما تيعرفش شنو هي عاشوراء؟ عاشوراء هي ذكرى سيدنا موسى لما قطع البحر هو واتباعه هربا من فرعون. عاشوراء عند الشيعة هو اليوم يوم مقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، يعني ماشي ديال المجامر ولا نشعلو العافية ولا بحال هادشي اللي وقع مؤخرا. نشوفوا هاد الفيديو ديال هاد القلال الترابي. شوف شوف او ماي جاد شيء، يعني ديما تيتصادف مع عاشوراء ما فهمناش علاش هادشي كيتصادف مع عاشوراء وبلا عاشوراء. يعني هاد الفيديوهات اللي اختاريت واحد الفيديوهات غادي نتكلم عليهم ولا على صحابهم اش كيديروا. الوصفة الاولى ديال هي واحد الشخص عنده وصفة الحظ والزهر والقبول، وهكذا تيبدا الفيديو ديالو. اولا الاخوات ركزوا لي على الاخوات، ما الاخوان نساهم ساكن ما عندهم زهر في الحظ والزهر والقبول. الوصفة ديالو كتطلب يجب ان تكون متوضئا ولا يجب ان تكون على العادة الشهرية. ركزوا لي على الاخوات وباش تكونوا مأمنين وما تضروش نفسكم وما يرجعش هاد الشيء عليكم بالعكوسات. الا ما صدقاتش شي حاجه ما كنتش موضي صافي علم صافي شي حاجه. المزايا ديال هاد الوصفه اخوتي تيقول لك ما عندكش القبول، الحظ، السلعه متراكمه في المحل، الدراسه، وكل شيء كل شيء كل شيء غير طلب انت يا غير طلب فهمتي وغادي يتلبى لك الطلب ديالك. ومن الشروط ديال هاد الوصفة خاصك التوجه الى القبلة وطلب ما شاء لك.
ولا اطلبي ما شاء لك. واخا سيدي المواد، المواد ديال هاد الوصفه هو ثوب ابيض نظيف، ولكن هذا اللي عنده، ولكن هذا اللي عنده موسخ كندوز فيه شي وصفات الحنه. شنو قلنا؟ قلنا الطرف ديال الثوب ابيض، وثانيا حجر ام الناس، حجر ام الناس، المهم قلبوا على الحجره ديال ام الناس. بالله باش تراجي. ومن الشروط من الشروط ما خصكش تفاصل على ام الناس، ما تفاصلش، ما تشاطرش يعني مع مول الحانوت مالي الفيصالية، يعني تعطيه جوج دراهم تقول له اعطيني ام الناس، هادشي اللي تيقول هو، تعطيه جوج دراهم تقول له اعطيني ام الناس. وخاص من الشروط المحل اللي تيبيع ام الناس خاصو يكون متوجه للقبلة، توجه للقبلة. وطريقة العمل يجب أن يكون في السر، وغادي تقبضي أم الناس وتضربي بها راسك، تضربي بها، تضربي بها جبهتك ماشي راسك، صافي عليا، صافي عليا، تضربي بها جبهتك سبع مرات، تزيد تقول وتقولي يا أم الناس. تقول الناس، تقول لكم الناس، وانا شريت الزهر مع جميع الناس سبعة المرات، الناس تقول لكم الناس، وانا شريت الزهر مع الناس، وهم الناس، فهمتي؟ الناس شريت الناس زداح انا، المهم دبر راسك، خلي شي واحد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن بعد ديريها في صغيرة وهزيها معك. شفتو شكون كيخاطب؟ ديريها في صغيرة وهزيها معك، يعني أم الناس، فهمتي؟ وهزيها معك وسير وراك تماك، يعني كل شيء غيتقدر. رأيت التفاهة يا خوتي في الصلاة والشرك بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. راه التقليد على رقبتكم اللي مشات تبع هاد الهضره ديالي، انا ما كنعطي وصفه، انا غير كان يعني بغيت نوصل التفاهات ديال الناس فين واصله، فهمتي؟ نضحكوا على هاد الناس شويه، لان راه ما يمكنش. فين خليتي الصلاه؟ فين خليتي صلاه الاستخاره؟ فين خليتي الدعاء لله؟ واش انت شد ام الناس زداح ام الناس؟ غادي شاد من ام الناس ولا اب الناس؟ شاد الخزعبيلات بارك علينا من هاد الخزعبيلات. هاد القناة سيدي عندها 271,000 مشترك. المشاهدة ديال هاد الفيديو فاش شفتو انا 231,000 مشاهدة، لي لايك 42,000 لايك، وعندو ثلاثة القنوات كيف كتشوفو، يعني افظع من التفاهة، وكل شيء خدام، كل شيء شغال. ما نقول لكمش على التعاليق اللي يعني تفاهة، والله الا لا تفاهة. المهم ما عليناش، نفس الشخص وعنده الوصفة الثانية، الوصفة الثانية اشي قال لك سيدي، الوصفة الثانية هي وصفة اللي يشوف كيهبل عليك القبول والمحبة والهبة. كيبدأ بأن هاد الوصفة تحت الطلب ديال المتتبعات، ركزتوا لها الأخوات، وتيطالب هادشي في ذاك الساعة، يعني في ذاك الفيديو تيطالب 1000 مشترك باش يدير لي لايف باش يقرا لهم الكارطة، يعني وكي كتعرفوا كاينين فيديوهات بزاف على الكارطة، كاين اللي تيقراها هكا، كاين اللي تيقرا الكارطة هكا، وكاين اللي تيقرا الكارطة هكا. الشروط ديال هاد الوصفة تيقول لك، أولا خاصك توب نظيف، عقلتو على توب ديال اللي دوز به الحنة،
ودار فيه الوصفه ديال ام الناس ولا كذبت؟ يا حنيني انت عندك الوصفات ديال الزهر والحظ والقبول وما عندك زهر اخويا في طرف الثوب ولا شنو هادشي يا اخي؟ ها والمهم ما عليناش، ننصحك ديرو في جافي الليخيه، بيتو في الليخيه باش تزيد به الوصفه الاخرى. سمعتيني ما تعاودش. غير جافي 5 لترات جافي ب10000. واخا هاد الوصفه تيقول اللي شافكم صغير ولا كبير يهبل عليكم وكل شيء غيحل فمو فيكم، واذا كنتو غادي للمقابلة مع حبيبك ولا خطيبك ولا زوجك، حبيبك خطيبك زوجك أو أي مكان أي إنسان من طرف أي إنسان غادي يهبل عليكم، غير تخرجي باب الدار ولا غير تخرجي باب الدار صافي وجدي راسك الهبال. زيد حنيني وديما تذكر تكونوا على ضنا نظافة وما تكونش فيكم العادة الشهرية وتكونوا متوجهين للقبلة. السيد ديما تنصح بالقبلة، وحتى البداية ديال يعني حتى الفيديو تيبداو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه الحبيب وسلم، يعني بحال غادي يخطبك ابن تيمية. المقادير سيدي عنده دائما الطريف ديال الثوب والملحة الحية ولا الملحة الحرشة والسانوش، وطريقة الاستعمال هي ديما الطريف ديال الثوب تنحطو فيه مليحة وكنحطو فيه 7 الحبات ديال السانوش، 1 2 3 4 5 6 7، وغنعملوهم وغتعمليهم ولا غتعملوهم على شكل صريرة وغادي تعزمي عليهم، زيديهم لشنايفك وتعزمي عليهم وتقولي 7 المرات فاش نجلس معاكم نلهيكم وفاش نمشي نزهيكم وفاش نرجع نديلكم العقل ونخليكم، وهادشي بديك اليمنى. سمعتوني هي هاديك، عاوتاني صغيرة عاوتاني حشيها معاك فين ما كان، المهم جيب لساتيام وغير غتخرجي صافي يعني غتخرج غير تماك، يعني غير سير البنكة راهم تماك محطوطين دنيا هانية، ما تخممش مليحة غادي تقضي الغرض. و تيقول لك اسيدي يعني تحطهم في الجهة اليمنى، يعني هاد الجهة اليمنى كان جيب كان بزطام كان سوتيامات كان في شنو ما كان عرفت الله عليك الا كتشوف فيه. المشاهده ديال هذا الفيديو اخوتي وصلت 433000، لي لايك وصلوا ل 11000، اما التعليق اما الان غادي نشوفوا الوصفه. يعني زبيت القناة خزعبلات من عالم آخر مع تغيير الاسم الأول، شوفوا غير العنوان ديال هاد الفيديو كي دايره. والبداية ديما بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه الحبيب وسلم، وإلقاء التحية مع المشاهدين ولا إلقاء التحية مع الدعاء للمشاهدين، وكتبدا اليوم غادي نقدم لكم وصفه خطيره ورائعه في نفس الوقت، خطيره ورائعه. المهم منين غادي تلقاها رائعه غادي تولي خطيره يعني خطيره ضرب كيلو الشوا فهمتي وبئس المصير. كملي يا لالا، يعني كيف قلنا خطيرة ورائعة وكلها فتح وكلها بركة وتيسير، وكتمنى يعني اللي شاهدها ويطبقها الآن فهي سريعة الاستجابة وكتمنود فرفر
يعني الوصفه غديرها سيوزيو وفين ما مشات كيتلاح عليها الرزق. ولاحظت الفيديو كامل وهي كتشالي بالرزق في يديها. وهاد الوصفه من الوصفات القديمه يعني تيلصقوهم الى حتى لجدودنا. وانتم يعني راه كاينين حتى شي كاين حتى شي بعض اجدادنا يعني ما قاريينش. شادي نقول لك 85% من الشعب المغربي مازال تابع تقاليد ديال زمان، تقاليد خلاوها اليهود، لا علاقه لها بالاسلام والمسلمين. وحنا دابا الجيل اللي فاق غادي نبقاو تابعينها الوصفات القديمه. لعنه الله عليك زيدي كملي. وهاد الوصفه تتقضي يعني خدامه في قضاء الحوائج. يعني الا كنتي كتعاني من كيف كتقول من تعسر الامور، فهمتي؟ إذا كانت عندك أمور صعبة وجد مستعصية كيف قلنا لكم على الوصفة ديال قضاء الحوائج، إذا كانت الأمور صعبة ومستعصية وما لقيتي لها أي حل وتغلقات الأبواب في وجهك، يعني جرب هاد الوصفة بنيتك الخالصة. عاتم باش ما نغاتش القلب بنيتك الخالصة. لا لا قلب زوين والطريقة الصحيحة. لقلت لك سيدي أي أمر كيتعلق بشخص ولا مجموعة ديال الناس، أول أمر يتعلق يعني بالشؤون الإدارية إذا كانت عندك ورقة مهمة وكتنتظري إجابة. ركزتوا لي على الأخوات، يعني الجميع كيخاطب غير الأخوات. زي شنو قلت لك، وحائرة بين أمرين، يعني جاك الخطيب من هنا جاك الخطيب من هنا بقيت حائرة. أو الزواج بشخص معين، يعني قومي بالوصفة. إلى لاحظنا كيف قلت لكم يعني الخطاب موجه غير للنساء، وكأن النساء يا راه كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك أطللت على الجنة فرأيت أغلبيتها من الفقراء، وأطللت على جهنم فرأيت أغلبيتها من النساء، مع اعتبار النساء والنساء العفيفات الشريفات مسحرات. وباش نزيدكم كيف كتقول سيدي، هاد الوصفة لا تتطلب الطهارة، يعني واخا الانسان ما يكونش طاهر، يعني لا تتطلب الطهارة فهي ناجحة ان شاء الله. وافهموا يعني لا تتطلب الطهارة، كيف قلت لك فهي ناجحة ان شاء الله، يعني انت والشيطان هو هذاك، سير على الله. ويمكن لكم تستعملوها يعني في اي مكان، اي مكان خالي، في المكان قضي الغلط تما كاينه. وهاد الوصفه يعني كتطلب غير يديك، اليد اليمنى ولا اليسرى، ورقه وستيلو. وصافي قضى الله الغلط. كنت ترشوا على يديكم المسك ولا الريحه وتكتبوا فيها سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا وصافي قضى الله الغرض، سمعنا واطعنا. يا انتم ما فهمتوا، سمعنا واطعنا وغبطنا وطلعنا. اخواني هذا الفيديو في شهر دار 4 مليون مشاهدة ودار 33,000 لايك. شو التفاهات فين غادية؟
يعني الانسان ما بقاش يدير اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، ولا يدير ايمانه في الله سبحانه وتعالى، ولا يدير ايمانه يعني في ورقه وستيلو سمعنا واطعنا وصافي راك تما فينا. المهم ما عليناش، دابا ان شاء الله غادي نرجعوا الفيديو اللي بعث لنا الصديق، وهو واحد فيديو اخوتي شمرة صيفطات شي صندوق ديال التمر مع دوك الناس اللي كيصيفطوا الحوايج يعني. وملي وصل لهنا تيتفاجئ ب هانتوما شوفي الفيديو يعني شنو لقى، يعني تصاور برينتين بحال تقول صيفطوا عبر النت اللي تماك برينتاهم وخزعبل فيهم، عمل لها الخزعبيلات تما كاينه باش يضحكوا على الناس، وشي شمعته هو مكتوب فيه، وحشاكم يعني البول ديال الكلب حتى هو. المهم خليكم مع الفيديو. السلام عليكم منسى، بريك التوفيق اللي كان ما بال vandaag heb ik een pakket in ontvangst genomen van een Najet uit Zeist of Utrecht, Najet bint Khadija. Ik moest van haar een pakje dadels meenemen, wat van hun grond zama komt uit hun dorp. En dat moest ik meenemen naar Nederland voor haar. Maar wat blijkt is dat ze allemaal sihr hier voor mensen aan het doen is. Ik raad aan om te kijken goed wie deze persoon is en te gaan zoeken voor een oplossing, deze persoon. En hier is er nog eentje. Voor wie het is gedaan. Kijk mensen, kijk. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kijk. Moet jullie kijken. Kaarsen zijn met bewerkte kaarsen. Zodra deze gaat branden, die man gaat helemaal kapot. Aksha, jij kijkt Nina, jij kijkt. Kijk wat je mij stuurt. Hebben het haram. Ik ga jou... Ja, aksha, gezet. Wacht eens. Ik ga jou helemaal exposen. Ik ga jou aangeven hier bij politie. Let op wat ik met jou ga doen. Abed al-Haram. Ash-Shawada. Mensen, het is Nina. Nina, dubbel S-A-A. Zij heeft mij dit meegegeven. Yo, kijk goed mee. Kijk heel goed mee. Het gaat niet lukken. Ik ga je moeder... Ash-Shitana. Ik ga je helemaal exposen. Shof, shof. Als je wacht, shoma alik. Brit een tjerk. En even maasie, Abed al-Haram. Dat goede je dadels meenemen naar Nederland. Schof, schof mensen, schof. Deel alsjeblieft. Wie er gaat kijken moet deze bericht delen. Kijk, wie is dit? Wie was dat? 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 ديش التمر اقعد ديش التمر الهولندا تمر الهولندا ما كان ديش الحوايج ها التمر ها الزمر والتمر هذا الحرام باش عايشين كيسحروا عليهم شوف شوف اش يقلب الحاله السي محمد وانت معاك عاود السي محمد ايك فيني فيري اي بنت واخا زوك يا اوبلوس الساحر من اين اتى هذا الحرام Ik ga je overal, in alle groepen ga ik je delen. Echt in alle groepen. Let maar op wat ik ga doen. هانتوما شتو اخوتي يعني التفاهات فين وصلات. هادشي يعني ما بقاش غير اونلاين، هادشي ولا تيتكسبورطا. هانتوما شتو يعني كيدير الانسان مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ولا واش ما كتعرفش الشرك من الموبقات، ويعني هي الحاجه اللي ما تيغفرهاش الله سبحانه وتعالى. دير ايمانك في الله، طلب الله، صلي، دعي الله، وربي غادي يوقف معاك ومعايا. وخوتي موضوعي كان حتى لهنايا، استودعكم الله، الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.